بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي المحاضرة الرابعة لدبلومة إدارة الأعمال السنة الأولى الترم الثاني. بنكمل معاكم في المحاضرة الرابعة اللي بتشمل هو التنظيم. إيه هو التنظيم كوظيفة من وظائف الإدارة؟ إحنا قلنا وظائف الإدارة التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والحاجات دي كلها. إيه هي الأنواع الرئيسية للهياكل التنظيمية؟ إيه هي التطورات الجديدة في الهياكل التنظيمية؟ إيه هي الاتجاهات التنظيمية المتغيرة في ايه هي المنظمه؟ المنظمه عباره عن جمع من الافراد يعملون معا من اجل تحقيق هدف مشترك. هي دي المنظمه. اين ناظم المنظمه؟ التنظيم والهيكل التنظيم. ايه التنظيم؟ عمليه ترتيب الافراد والموارد الاخرى للعمل سويا من اجل انجاز هدف معين. الهيكل التنظيمي عباره عن نظام المهام، تدفقات العمل، علاقات سير التقارير، المعلومات، قنوات الاتصال التي تربط الافراد بالجماعات. مخطط الهيكل التنظيمي هو عبارة عن شكل يوضح علاقات سير التقارير والمعلومات والترتيب الرسمي لأوضاع العمل في المنظمة. يحدد مخطط الهيكل التنظيمي تقسيم العمل، علاقات الإشراف، قنوات الاتصال، الوحدات الرئيسية، مستويات الإدارة في عندنا نوعين من الهياكل، في هياكل رسمية وهياكل غير رسمية. الهيكل الرسمي هيكل المنظمة في وضعها الرسمي. الهيكل غير رسمي هي بنقول عليها منظمة الظل، تقوم على علاقات العمل غير رسمية الموجودة بين أعضاء المنظمة. إيه مزايا الهياكل الغير رسمية؟ مساعدة الأفراد على إنجاز عملهم، التغلب على حدود الهيكل الرسمي، كسب مدخل إلى العلاقات الشخصية المتشابكة، الاتصال بالأفراد الذي يمكنهم المساعدة في أداء المهام ولا يمكن جعل هذه العلاقات رسمية. الهياكل الغير رسمية نمرة واحد، قد تعمل ضد المصالح الرئيسية للمنظمة، حساسيتها للشائعات، قد تحمل معلومات غير دقيقة، مقاومة التغيير، تحول جهود العمل عن الأهداف الهامة، الشعور بالغربة من قبل الأطراف الخارجية. الشكل ده بيوضح لنا التنظيم في العلاقات بوظائف الإدارة الأخرى. التنظيم وضع الهياكل، تقسيم العمل، ترتيب الموارد، تنسيق الأنشطة، علاقته بالقيادة اللي هي تحفيز الجهود، علاقته بالرقابة التأكد من النتائج، علاقته بالتخطيط تحديد الاتجاه. الأنواع الرئيسية للهياكل التنظيمية اللي هي في عندنا هيكل وظيفي وهو تجميع الأفراد ذوي المهارات المتشابهة والذين يؤدون مهام متشابهة معا في وحدات عمل لا تقتصر على الأعمال التجارية، تعمل جيدا في المنظمات الصغيرة التي تنتج عدد قليل من المنتجات أو الخدمات. دي الهياكل. هي المزايا بتاعتها اقتصاديات الحجم، توافق تكليف المهام مع الخبره والتدريب، حل المشكلات باسلوب تقني عالي الجوده، التدريب المتعمق وتنميه المهارات، وضوح المسار الوظيفي في الوظائف. عيوب الهياكل الوظيفيه: صعوبه تحديد المسؤوليات، مشكله المداخلات الوظيفيه، انهيار معنى التعاون والهدف المشترك، نظره ضيقه لاهداف الاداء، احاله القرارات بشكل تصاعدي مفرط. هي الأنواع الرئيسية. الهياكل تعتمد في تنظيمها على الأقسام، تجميع الأفراد العاملين في نفس المنتج أو الخدمة الذي يقدمون عملاء متشابهين أو تقع في نفس المنطقة أو النطاق الجغرافي، شائعة في المنظمات المعقدة، تتجنب المشكلات المرتبطة بالهياكل الوظيفية. الهياكل التي تعتمد على الأقسام أكثر مرونة من حيث الاستجابة للتغيرات البيئية، تحسين التنسيق والتنظيم، وضوح المسؤولية، تركيز الخبرة على عملاء منتجات مناطق معينة، أكثر سهولة في إعداد الهيكلة. الهياكل التي تعتمد على الأقسام: ازدواجية الموارد والجهود بين الأقسام، التنافس وضعف التنسيق بين الأقسام، التركيز على أهداف الأقسام على حساب أهداف المنظمة. أنواع الهياكل التي تعتمد تنظيمها على الأقسام وكيفية تجميعها: تركز هياكل المنتجات على منتج أو خدمة واحدة، تركز الهياكل الجغرافية على نفس المنطقة أو النطاق الجغرافي، تركز هياكل العملاء على نفس العملاء أو المستهلكين، تركز هياكل العمليات على نفس العمليات. الهيكل المصفوفة اللي هي الماتريكس ستراكشر، تجميع الهياكل الوظيفية والهياكل المعتمدة على الأقسام لكسب المزايا الناتجة عنهم وتقليل مساوئهم، يستخدم في التصنيع، صناعات الخدمات، المجالات المهنية، القطاعات الغير هادفة للربح، المؤسسات المتعددة الجنسية، المنظمات التي تتبع استراتيجيات النمو في بيئة ديناميكية متغيرة. هي الأنواع الهياكل الرسمية. مزايا هياكل مصفوفة: تعاون أفضل بين الوظائف، زيادة المرونة في إعداد الهيكلة،
تحسين خدمة العملاء، تحسين مسألة عن الأداء، تحسين عمليات صنع القرار، تحسين الإدارة الاستراتيجية. عيوب هياكل مصفوفة: النظام ذو القائدين عرضة للصراع على السلطة. النظام ذو القائدين قد يخلق إضراب وظيفي وصراعا في أولويات العمل. اجتماعات الفريق تستغرق وقتا طويلا. الولاء للفريق قد تسبب فقدان التركيز على تحقيق أهداف المنظمة. التكلفة بتاعتها بتبقى عالية. ايه الارشادات للهياكل الافقية؟ تركيز التنظيم حول العمليات وليس الوظائف، وضع الافراد في مسؤولية العملية الجوارية، انخفاض التسلسل الهرمي وزيادة استخدام الفرق ومجموعات العمل، تمكين الناس من اتخاذ قرارات حاسمة في الاداء، الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، التأكيد على تعددية المهارات او القدرات، تعليم الناس كيفية العمل في شراكة مع الاخرين، بناء ثقافة الانفتاح والتعاون والاداء والالتزام. الفرق اللي هي فرق العمل: استخدام الدائم والمؤقت على نطاق واسع لحل المشكلات، تكملة المشروعات الخاصة، تنفيذ المهام اليومية. غالبا تستخدم فرق عمل عبر الوظائف. هياكل الفريق: الغاء الحواجز بين الأقسام، رفع الروح المعنوية نتيجة التفاعل بين الوظائف المختلفة، تحسين جودة وسرعة عمليات صنع القرار، زيادة الحماس للعمل. هياكل الفرق: تضارب الولاء بين الأعضاء، الإفراط في الوقت المستغرق في الاجتماعات، الاستخدام الفعال للوقت يعتمد على جودة العلاقات الشخصية وديناميكية الجماعة وفريق الإدارة. هياكل الشبكة اللي هي بنقول عليها النت: مركز يرتبط من خلال شبكات من العلاقات مع المقاولين والموردين الخارجين للخدمات الضرورية، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول في التحالفات والعقود الاستراتيجية. ازاي هياكل الشبكه؟ يمكن للمؤسسات ان تعمل بعدد اقل من الموظفين العاملين بنظام الوقت الكامل ونظم داخليه اقل تعقيدا، خفض التكاليف وزياده كفاءه التشغيل، السماح بالعمليات عبر مسافات بعيده. عيوب هياكل الشبكه: عيوب هياكل الشبكه تنشأ مشكلات الرقابه والتنسيق نتيجه تعقد الشبكه، احتمال فقدان السيطره على الانشطه المنفذه عن طريق مصادر خارجيه، احتمال فقدان الولاء بين المقاولين الذي يقل التعاون معهم. في اللي بنقول عليها باوندرليس اورجنايزيشن او منظمات بلا حواجز، المنظمات التي يكون فيها العمل الجماعي والاتصالات المكثفه تحل محل حدود السلطه الرسميه. كسر الحدود الداخليه: هي المتطلبات الرئيسيه؟ غياب التسلسل الهرمي، تمكين اعضاء الفريق، قبول المؤقتيه. في عندنا اللي هي فيرتشوال اورجنايزيشن او المنظمه الافتراضيه، ده شكل خاص من النظام التي بلا حواجز، المنظمة التي تعمل في شبكة متحولة من التحالفات الاستراتيجية الخارجية لتقوم حسب الحاجة وتدعم من الاستفادة على نطاق واسع من تكنولوجيا المعلومات زي أوبر مثلا. الاتجاهات التنظيمية المعاصرة تضمن تقصير سلاسل القيادة، عدم التمسك بوحدة القيادة، التفويض والتمكين على نطاق واسع اللامركزية والمركزية، تقليل عدد الموظفين. تقصير سلسلة القيادة يعني خط السلطة يربط رأسيا جميع الأفراد بالمستويات الإدارية الأعلى. الاتجاه التنظيمي الحالي يمكن تبسيط المنظمات عن طريق إلغاء المستويات الإدارية الغير ضرورية. تعتبر الهياكل التنظيمية المسطحة ميزة تنافسية. عدم التمسك بوحدة القيادة، يجب على كل فرد في المنظمة أن يقدم تقريرا لمشرف واحد فقط. الاتجاه التنظيمي الحالي تأثير نصاب استخدام المنظمات لفرق العمل عبر الوظائف والهياكل الأفقية. أصبحت المنظمات حاليا أكثر إدراكا للعميل، يجد العاملون أنفسهم يعملون لأكثر من قائد واحد. في نطاق الإشراف، عدد الأفراد الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة لمدير واحد. الاتجاه التنظيمي الحالي نتيجة تتجه المنظمات إلى توسيع نطاق الإشراف من حيث تقصير سلاسل القيادة والتمكين. المديرين مسؤولون عن عدد أكبر من المرسلين للعاملين العاملين من خلال مستوى أقل من الإشراف المباشر. التفويض والتمكين على نطاق أوسع. التفويض هو عملية إسناد العمل للآخرين عن طريق منحهم الحق لصنع القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة. يخصص المدير المسؤولية، يمنح السلطة للعمل ويخلق المساءلة. الاتجاه التنظيمي الحالي يفوض المسؤولين الكثير ويجدوا طرق أكثر لتمكين الأفراد على كافة المستويات. القواعد الأساسية للتفويض الفعال: نمرة واحد، حسن اختيار الفرد المفوض، تحديد المسؤولية والتكليف بوضوح،
الاتفاق على الجدول الزمني للأداء، منح السلطة، جعل الموظف يتصرف بتلقائية، إظهار الثقة في الشخص الآخر، تقديم الدعم للأداء، إعطاء التغذية العكسية للأداء، إدراك وتعزيز التقدم، تقديم المساعدة في حالة الخطأ، المسألة عن نتائج الأداء. إيه هي المركزية واللامركزية؟ المركزية هي تركيز السلطة لصنع أغلب القرارات في المستويات العليا في المنظمة، بعكس اللامركزية توزيع السلطة لصنع القرارات من خلال جميع مستويات. الاتجاه التنظيم الحالي للمركزية واللامركزية يساهم التمكين في تحقيق مزيدا من اللامركزية في المنظمات، يتيح التقدم في تكنولوجيا المعلومات الفرصة للإبقاء على السيطرة المركزية. ونتيجة لذلك تقليص عدد الموظفين، العمالة المتخصصة اللي هي سبيشاليز ستاف، الأفراد الذين يودون خدمة تقنية خاصة أو يقدموه، الخبرة في حل مشكلات الأقسام أخرى من المنظمة، العمالة الشخصية أو البيرسونال ستاف، الأفراد الذين يقدمون المساعدة للمناصب التي تقدم دعما خاصا للمناصب العليا. اتجاه التنظيم الحالي تقليص حجم العمالة في المنظمات اللي هي الداون سايزنج، تسعى المنظمات إلى زيادة كفاءة التشغيل عن طريق استخدام عدد أقل من الموظفين ووحدات الموظفين.